السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا بعد ما شاهدنا هذا المشرف تاعكم عندما سأل حول الموضوع سئل حول الموضوع تجديد عقده، قال بأن هدفه الرئيسي هو نيل الألقاب، وعاد بعد المباراة النيجر لكي يصرح بأن هدفه المقبل هو كأس إفريقيا. هو هدر ولي تقولوا بلي سبحان الله قاع الناس اللي بدات تعاود قال لك سوف يتحدى إفريقيا وسوف من وسوف من. حنا ماذا بينا؟ أنا ماذا بينا نجيبوك؟ شكون ما يبغيش لبلاده يعني نجمة وحدة أخرى؟ شكون ما يبغيش؟ بصح غادي نهضرو، لازم نعطو نقاط بس الناس ما تقعدش تبيعنا في الاوهام. رانا فوتنا 8 شهور اوهام، ايطو غادي يدخل الحبس، ايطو عنده طفله غير شرعيه، القسامة غادي يروح عند لجنه التحكيم يعني ونشوفوا شنو يهدر، ملف طريلور منا 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 منا. عرف قالوا لكم شنو المايس، كلوه وتفرجوا. هذه هي خويا، وبان وين لكي يصرح بان هدفه المقبل هو كاس افريقيا بساح العاج، فاذ كان من الجيد رفع سقف التحديات والحديث يعني بتفاؤل كبير عن المستقبل، فإنه قبل ذلك وقبل ذلك في المنتخب الوطني ينتظره عمل كبير في ورشة ما زالت مفتوحة من كل الجوانب، ولا يجب أن يتم يعني تضييع الوقت في الكلام والأوهام والاتهام بأشياء أخرى، بل التركيز كله يكون على الميدان ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لجميع الملفات العالقة لكي لا يكون هناك أي عذر بعدها. تروحوا الناس تلهوا مع ليزاربي، تلهوا منا بعد ما تسيبوا لنا أعذار. هذه الأعذار كرهنا منها، وهذه الشعبوية كرهنا منها. يجب أن نحضر أكثر من طريقة للعب ومعها خطط مختلفة، وذلك من أجل تحضير أنفسنا جيدا للعب أمام مختلف المنافسين والذين بكل تأكيد لن يلعبوا ضدنا بنفس الشكل والتجارب السابقة. يجب أن تكون دروس حقيقية لنا، فقد رأينا الكثير والكثير مما نستطيع التعلم منه. يعني لازم نتعلموا الدروس، يعني لازم نحفظ الدروس اللي ما حفظناهاش. واحد كيما هذا المشرف يعني في 2019 في الان بي سي ولا مع ستيلا في بي ان سبور ولا مع ستيلا صرح قال لهم غادي نجيب كوب دي موند. يا ودي كوب دي موند ما جاتش هضره، كوب دي موند ماهيش هضره. ميسي اللي دا كوب دي موند وكان غادي يتإليمينا، ميسي دا كوب دي موند كان غادي يتإليمينا برومي تور. هذه هي باش يكون على بالك. لا بلجيك كانت مرشحه راحت خرجت بريميتور، لالمان كانوا مرشحين خرجوا بريميتور، البرازيل راحوا كاردو فينال، البرتغال راحت كاردو فينال، اسبانيا راحت دوزيام تور. شوف ما هي الزعاقه. كوب دافريك اللي فاتت حنا في كاس العرب وصلنا 40، باش نبين لكم بلي هذا المدرب كان داير في راسو بلي غادي يدي كوب دافريك، بصح بدون عمل ما عملتش. كو خدمت غادي يديها بصح ما خدمتش. انت روح جبت لعاب يعني ما عندوش نادي كيما بلايلي، ما كانش عنده نادي، روح جبته والناس سكتت عليها. وانا هدرتها في وقتها من علي درت القائمه قلت لك يا ودي هذا بلايلي ما عندوش نادي، علاه جبته؟ شكاين ما عندكش لعابه، كان عندك بالرحمه وكان عندك رشيد غزال. يعني رشيد غزال كان عندك لعابه، كان عندك ليفيكتيف كيما نقولوا، كان عندك ليفيكتيف ما نذكروش اسمه، كان عندك ليفيكتيف. بصح انت روح جبت لعاب ما عندوش نادي وجبته ولعبته تيتيلاد، لعبته كوب دافريك. وين قلت لهم لا لازم انايا ما تقولوش 40 بارتيه، انا راني واصل 34 بارتيه، انا باطي الروكور تاعي ما خاصنيش انا باطي الركور. على با لا ركور كلش راح. اقول ورشه
وملفات عالقة لأن لدينا أسماء في مختلف المناصب، لكن مع طريقة اللعب لم يتم الاستقرار بعد عن العناصر. فإذا كان الأمر يعني حراسة لا يسعد كثير، فإن ظاهر الأيمن غير معروف بعد، والثنائي المحور الدفاع مثالي مجهول. أما الظهير الأيسر فيبدو يعني ذهبت لصاحبها، يعني يقولوا باللي آية النور. أهم حلقة صنعت قوة المنتخب الوطني في فترة سابقة كانت وسط الميدان، والذي يبدو أن جل معاناة تظهر منذ ليس بسبب قدرة لاعبين هذا الخط، بل لعدم الوصول لتوليفة مناسبة بعد، فين يعني يتم استقرار على من يلعب كارتكاز ومن يكون بجانبه ومن الأحق في مركز صناعة اللعب ومن يكون معهم لإكمال بقية الأدوار غير واضحة. باش يكون على بالكم في الهجوم لم يتم مناقشة الموضوع، الجهة اليمنى لأنها محسومة لحمل شارات القيادة، وعلى غير العادة لم تعد الجهة اليسرى مضمونة لصاحبها حسب المعطيات الأخيرة، وقد يتم التضحية بها أيضا في حال انتقال لطريقة لعب مغايرة، بينما رأس الحربة فخانت صراع محصورة، يعني بين غادي تولي بين ما يوليش كاين ديرو، تولي بين بنجاح وبين كيسموه سليمان الناخب، يعني وين هذا المشرف يتوفر لديه، يعني وين يتوفر لديه كل ما يريده أي مدرب في إفريقيا، وقبل الوصول لأيام امتحان لديه الوقت الكافي لتحضير كل شيء. فالخط أمامهم 4 تربصات كاملة قبل نهاية السنة، ويمكن لعب 8 مباريات على الأقل، هي يقول لك هما يقول لك 6، حنا نقولوا 8 على الأقل، يعني فيها وهذا الله كاين 6 نلعبوا ليش ثاني غلط 8 مانيش غلط 8 نلعبوا 2 ماتش اوفيسيال وعندنا 6 اميكو ليش ماناش غلطين، يعني في هذا في هذه 10 شهور هذه اللي جايه، يعني 8 مباريات على الاقل فيها، وهذا الامر مناسب جدا لضبط الامور بشكل مطلوب. يعني لا نرى ما الذي سيقوم به بعد كل الذي مررنا به، على الله ما نعرف، راهو تبقى اي باقيه عند هذا المشرف، يعني من يقول لك باللي يا ودي راني في الطريق في الطريق في الطريق، هذا الطريق ما نعرف وين رانا رايحين بها، ما ناش عارفين. حنا رانا نعطوا الراي تاعنا، الراي تاعنا ماهوش مبني على اسيست، حنا رانا هنا رانا نحضروا، ما ناش نحضر لكم على اسيست، مانيش نقول لك شاهد كونترول، هذيك شاهد كونترول نشوفوها في القهوه طب تكمل البارتيه صاي شتا، ما خاصنيش يجي واحد يقول لي شاهد كونترول ولا شاهد مراوغه ولا شاهد جس صغير تيبو كودنا كونتر كاميرون، هذه باش يكون في علمك. ما قاسامه راح ضحيه برك، قاسامه راح ضحيه برك، الناس هذا وفاقت قاسامه راح ضحيه، هذا ما كان قاسما يعني الناس لصقت فيه وصايب ما بغاش يطلقوه بالتالي كاع خويا، لازم لنا خدمه ولازم لنا الامور هذه، يعني الهضره سهله بصح سهله اللي قلنا العمل، والعمل شويه اللي قله ناس يكونوا كما نقولوا حنا مدرب يكون غني بالتكتيك، خاطر علاه غادي ما نلقاوش غير النيجر، ماشي اليرو تلعبوا مع النيجر ونجو تلعب برومي تور تلعب دوزيام تور تلعب كارد فينال دومي فينال فينال وندوها، شو كيفاش حتى ما غاديش منحاصره في حيه صغيره، ولا لا غاديش تكون منحاصره في حيه صغيره، غادي باش يكون في علمكم على الله ما نعرف، قارعوا ونشوفوا قارعوا ونشوفوا، يعني كلش كيما يقول لك ما تنجمش تعرف شكاي وشكاش، لا نريد دس السم في العسل مع اللي الناس، يعني واش عاشت هذه عام ولا ما عاش عام الناس عاشتها، يعني بزاف قاوش حنايا ندورو في بلاصتنا، كرهنا باش نقعدو ندورو في بلاصتنا كرهنا، هذه باش يكون في عينكم، مابقاش ندورو في بلاصتنا،
قبلنا عام اللي قلنا ونقول لكم ونعاود لكم، حنا ما راش عندنا بروبليم تاع العام، عندنا بروبليم تاع مدرب. هذه من التاريخ خويا. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، ملي شي ابوني ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم ساعة طولكم خاطر.